شكرا للقويه الاخوان. انا حرق راسي الشغل فغاكم كناو الابناء الاحفاد والسناطيد وعلى راسهم مولاي موحد اختصاصا غصوني الرساله للعالم، لانه الدوله المخزنيه الغاشمه الديكتاتوريه بطلها الخلعون على السودان غشار العم باش اسديني ها كاين لي ميقات الاوباش باش نسيو الكلمه انه العالم يكبر يتوثب الحدث التاريخي يتوثق الحدث الوانيتي اسديني العالم على انه الشيب مواطني احرار، لا نبتغي الذل ولا الهوان ولا نبتغي انا هذا السياسه الذل يسلمك الحصى السياسي الولايه المخزنيه. هاشي عاش هذا امير مانو مناصر من احسن اللي قاطع عن سواجي الصنوبي. هاي اسمع شوف الله يجازيكم بخير باش نتعطى شي غيسمعتنا. الشكل النضالي وانيتي اما نيرين غديريشي الشكل الوانيتي يتلاس ردا يخلي استفزازات غير مسؤوله الجوقاني البطاريقني المقال الحكومه المحكومه من طرف وزير الداخلية نفوض نهار نبين للعالم على انه الشيب شعب حضاري شعب سلمي المخزن يطلعها الخلعوم امو حلو بما تعجبو بيتوس نشيد يطلعها السلمية حافظوا السلمية الجوم السلمية 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 باش انا هو الحكم من الجوم روخا غاكم تهورك شي حاجة شعار عاوة تخبيت شعار القاعات ديني من غاريني لا شوف يا اسمع شي حاجة تحت الساكن غير اسمع ايبادنا في مستوى المطاشر اكوا زي اسمادنا في النور وسين سيدي طويل وسين سيد العريش وسين سيد رانشا وسين خليه يوداس سيد دار بيضا زربات سيد فاس انعلو الظلام ونصر وتحيا لغارنا مازال تشم نهار هكا كريمه ما غادوسير ما غاتفغر فغر محمد هذا راه غدا براتي وني خليت تعامل بلا نشين عنصريين بلا نشين في الثاني بلا نشين نهزو خلفتنا تخريب الممتلكات المهم الرد على مغسقاني معنا الاحزاب الحكومه الاحزاب ندي فغونز كي زين دقائق ما 5 من تقيم جرس الفغوندا بلا هذين القريبين شي عنيفين شي ناس زود ولا انا وحدنا بلا شي انفصاليين نحن لسنا بانفصاليين ولا عنصريين نريد حقوقنا المشروعه مطالبه وتحياتي للجميع عاش الشعب عاش الريف وكذلك تشكلنا نهارا ردا ما يسمون بالدكاكة السياسية أو الأحزاب من المغرب إن قال أن الشعب الريفي شعب انفصالي نقول لهم نحن لسنا بانفصاليين نحن شعب عزل نريد حقوقنا العادلة والمشروعة لا عليكم إلا للانبطاح وتحقيق كل ملف مطلبي أو الملف الحقوقي ومناشدة لكل الشعب المغربي الاتحاد بث مباشر من ساحة الشهداء بالحسيمة ننقل إليكم الجماهير الساكنة التي خرجت لتقول وتعبر عن رأيها أننا ريفيون ولسنا بانفصاليين. شكري في 24 ما يمد فوق نهارا يمد فوق هذه ودك يمد فوق هذا سيدي غير مغزلنا
الحبس قالوا لا للعسكرة وأنه الجندي وذا المسالمين ذي وذا غارب مطالب عادلة بسيطة جدا لا تستدعي أشتوية الأجهزة القمعية زي كل التلاويني ناس نقرا سير مغزلين كسي العسكرين كسي العسكرين قيري فيين وتبذن شي إيري فيين ذي وذا تسلحان وتبذن شي قتنيني أتنيني يسنعود الجماع يقشليوني ناك قنشين مسالمين ناس ذو مطالب عادلة ومشروعة ولا داعي للتهمة مغصد بسجر إيج الخطابي إني سمري قنز الأحزاب الأغلبية وعلى رأسهم رئيس الحكومة أنه خاطر جاش المحاكمة جماهيرية الشعب المغربي ستوه من عند سكشي وذنينا نيجان ذي وطنيين كتازك شكوه كتازين داك النقان نشرين ذي وطنيين ذات تطم وهم يقان تل مدرسة الوطنية وتجيبوا ذي قاربط وتحية نضالية تحياتي تحياتي إخوان مرحبا بكم أهلا وسهلا أيوز شي أحباب ومني غنتفهم تما هو تصفيات حسابات وتصفيات حسابات كاينه حنا جاي قرون وقرون غا كل الناس تيفوسي تعدى الغامه وجي الميزو ذا نغتهم الى درجه وكينا نص السلاح محظور دوليا كي 1900 الاواخر 58 كينا نص السلاح محظور دولي وكينا نص النابال هجرنا العائلة من اوروبا وجي الدياسبورا من زمان الميدجان قاع اوروبا ونسي الميدجان يقول جنما يبدار زائد الاقصاء زائد التجريح التجريح يقوضنا يغص التفقير الكراهيه العنصريه تاعنا ازاي عنصريه ثقافيه عنصريه علائقيه اجتماعيه عنصريه سياسيه ونسين شي ما السما ما نسمه ونسين من درجه كني وذانا قاشلين سازير مورثو اصيليين جسالتين اوثنتيكوس سازي جزء اوانيتين البحر الابيض المتوسط علان ذايا كازن ذي مقرنن قامات كبرى في التاريخ في السياسه في الحقوق في العسكر ايطاليا في الثقافه في العلم في الفقه في كل شيء علان تسع امارات ذي مقرنن علان تسع امارات ذي مقرنن سجلت ملاحم كبرى في التاريخ العصر المعاصر والقديم على أيين يولان يدوسين ذا نهارا لأول مرة زاغ بأنه يولان تسن زبري الوقت زبري الموعد المحدد نهارا وسين اثنين سوايع ثلاثين سوايع أقرب وعاد عاد كوانت عاد تلتحق جماعات وجماعات وأفراد الزغاز السعديق السعديق يجن المستجد من خلال المنبر ريفا 24 حيث مثلا تصنفن في طريق الساحلي وقلنا نشد العاد علان الحسيمة وذين ذين شين آراء متضاربة كان قاع تاقل السيني جو حنجان المراسلات وسيد روخ يلا أحمد سلطان أحمد سلطان لا لا على فكرة إيش المستجد وأنه تم السماح بالمرور للجميع إلا أحمد سلطان بحكم أنه أحد أبرز النشطاء في مدينة الناظور مهم جدا فرحة الخبارة وليد ثاني شكرا أيوز أيوز عزيز كيفاش الكلمة؟ يا عذرو، لا يمد في النهار.
حنا راه حنا اليوم خرجنا باش دارجه من حسان اليوم خرجنا باش نديروا هذه المسيره وهذا العرس النضالي تمديدا على ما جاء على لسان رئيس الحكومه المسمى سعد الدين العثماني الذي وصف الريفيين بالانفصاليين. نحن لسنا انفصاليين، نحن نناضل من اجل حقوقنا العادله ومشروعها وسنبقى نناضل عليها حتى اخر يوم في حياتنا. هل النضال ضد الفساد فتنه؟ هل النضال ضد الصحه فتنه؟ هل النضال ضد التشغيل فتنه؟ هل النضال ضد العيش الكريم فتنه؟ لان الفتانين هم الدكاكين السياسيه الذين هبوا ثروات الشعب المغربي باكملها وما عايشين في الفيلات وفي العمارات، والشعب المغربي مازال ما لقاش سكن غادي يسكن، وكيخرج علينا داك التصريحات الناريه على اهل الريف، لان اهل الريف اكثر وطنيا من ذلك الشخص المجرم المسمى سعد الدين العثماني. ونحن كريفيون سنبقى صامدون حتى تحقيق جميع الحقوق اللي حقولها الدستور المغربي. نحن لسنا بفتانين وسنبقى الى ابد الابدين، ولئن الله ينصر الحق ولا ينصر الباطل، وان النصر قريب ان شاء الله. وباذن الله تحيه نضاليه لجميع المواقع الصامده من طنجة إلى الكويرة. ولا للعسكرة تحياتي. لا للعسكرة. اليوم لكي نستنكر هذا الانزال الذي قام به المخزن الهمجي رغم ان سلميتنا منذ 7 أشهر، ونطالب بحقوقنا العادله والمشروعه، لا لشيء، لاننا سلميين منذ خروجنا. شنو هو الرد ديالكم كمساكنه وكمواطنين وكساكنه الحسيمه وساكنه الريف على التصريحات ديال رئيس الحكومة الحالي برفقة وبمعية زعماء أحزاب الأغلبية الذي وصف الريفيين بالانفصاليين؟ نستنكر ما الخرجة الإعلامية للحكومة وأغلبية الأحزاب السياسية التي تشكل الحكومة بما صرحوا به، ونقول لهم نحن لسنا انفصاليين بل نطالب بحقوقنا العادلة والمشروعة. أيوز ديش الكلمة درح درح
علاش خارج اليوم؟ خارجين باش نطلبوا المطالب ديالنا العادله والمشروعه، كنطلبوا الجامعه وكنطلبوا سبيطار ديال الكونسير، كنطلبوا بزاف ديال المسائل. انا جيت من تطوان، جبرت هبطوا الطريق، عملوا البومبه في الطريق، طرطقوا الطريق علينا، ومشينا تكرفسنا في الطريق ثلاثه السوايع حبيستا، وجينا على باب الخميس مضيق الليله كامله وانا ماشي في الطريق حتى 9 الصباح. من الوحده ديال 9 الصباح عاد وصلت لنا لهي الحسيمه. السلام عليكم. أيوز. تحياتي سولية مدن. اشرف، علاش خارجين اليوم؟ اليوم خارجين استنكارا على داك الشيء ديال الاغلبيه اللي قالوا حنا الانفصاليين، وهاد الخرجه هادي حنا نبينوا ليهم لحقاش حنا ماشي انفصاليين، حنا سبع شهور خرجنا وبغينا المطالب ديالنا تحقق في اقرب وقت يعني ممكن. وكنحيي من هذا المنبر هذا كنحيي جميع احرى وحراء الريف دون استثناء، كنحيي جميع المتضامنين من جميع الدول المغربيه وجميع من مواقع الريف دون استثناء. تحيه نضاليه. ايوا جيش كده. عاش الريف ولا عاش من خانا، كلنا استزافي. عاش الريف. خاي بلال، السلام عليكم. اخوان اليوم علاش على فكره علاش هابطين، علاش خارجين اليوم؟ خارجين باش نقولوا اننا لسنا دعاة انفصال، اننا خارجين كنطالبوا من اجل مطالب عادله ومشروعه، مطالب اقتصاديه، مطالب اجتماعيه، مطالب ثقافيه اللي كنشتركوا فيها كاع على المستوى يعني المنطقه ديال الريف وكذلك الاقليم المتزمه. اننا كنقولوا لا للحقره لا للتهميش، اننا صوت واحد حتى تحقيق ملفنا المطلوبي العادل والمشروع، انه لا تراجع لا استسلام، وندين هذا الانزال القمعي الكبير على مستوى اقليم الحسيمه. احنا ما محتاجينش القمع ولا الجيش ولا العسكره ديال المنطقه، بل محتاجين مشاريع تنمويه على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. نطالب بالعيش الكريم، نطالب بالكرامه، نطالب بالعداله الاجتماعيه. تعقيبكم على الخرجه الاعلاميه برئاسه رئيس الحكومه الحالي وبمعيه وزير الداخليه وامناء الاحزاب الذين وصفوا سكنه الريف بالانفصال، ما رايك؟ احنا كندينو هاد التصريحات اللي ما كتستندش على دليل مادي، وكنقولوا لهاد الناس ديال الاغلبيه الحكوميه الا كاين شي دلائل ماديه يتفضلوا يقدموها ينوروا الراي العام المحلي والوطني ان هاد الناس انفصاليين او شيء من هذا القبيل، ولكن على المستوى الواقع ما كنشوفوش هنا اي دعوه للانفصال او يعني اي مطالب كتصب يعني في هذا المجال، بل هي مطالب اقتصاديه واجتماعيه وثقافيه كما اكد سالفا. شكرا جزيلا رفاق. شكرا لك. عطيتي كلمه. تفضل. احنا كمواطنين اهل الريف يعني بعد منين جيتي؟ بني جميل جماعه جميل اقليم بني جميل اقليم الحسيمه، وكفئه واعيه كنجسدوا الموقف يعني، ومطالب ديالنا مطالب شرعيه، ويعني تصريح ديال الحكومه اللي كان بالاجماع على اساس لهم الصحه نظرا لعدم وجود اثبات مادي. وعاش الشعب. شكرا. تحياتي. تحياتي.
ما تفرق نهارا نهارا فاضرد التصريح الحكومي تصريح لا مجال لأنه تهمن بأنه أبناء الريف انفصاليين أو شيء من القبيل وبالتالي شي نهار نسيد نزل عبا الصوت يجن بأنه نشين ديريفيين ماجد انفصاليين نشين تفرد إلا ولا زو نحقق جميع المطالب نحتاج المنطقة سياسيا اقتصاديا واجتماعيا تحية شكرا جزيلا كيف حمص وما زالت الوفود إلى حد هذه اللحظات تتقاطر على مدينة الحسيمة من كل حدب وصوب جاءوا بصوت واحد ليقولوا لا نحن لسنا بانفصاليين نحن المواطنون ونحن أبناء هذا الوطن أترككم مع الصور Thank you.